مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ويمكن طبعا معايا يعني كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. كابتن خالد ببارك لك مليون مبروك، يعني باين الفرحه، فرحان طبعا، اتنين سوبر في اقل من 24 ساعه. بصي، اصعب بطوله في حياتي وانا لعيب وانا شغال، بطوله صعبه. نادي الزمالك نادي محترم وفريق محترم، بس عندنا رجاله في النادي الاهلي بجد بشكرهم جدا، بقول لهم رجاله على قدر مسؤوليه، ضغط عليهم ضغط جامد جدا على لعيبتي، وانا عارف ان هم قد المسؤوليه، واثق فيهم جدا جدا. وفعلا ما شاء الله، الف مليون مبروك، مبروك للجمهور، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للمدير الفني المحترم، الجهاز المحترم اللي معايا، ومبروك للعيبتي، وانا عارف ان هم لسه عندهم كتير، بس حاجه فرحه عظيمه بصراحه. باين يا كابتن، ويمكن موسم لسه طويل مليء طبعا ببطولات دوري وكاس افريقيا، سواء للسيدات او الرجال، جهاز فني جديد زي ما انت قلت، سواء سيدات ايضا ورجال، اول بطوله ليهم في بدايه الموسم. ناس كتلقنا من الاجهزه الجديده، انا عارف، واقول لهم طبعا على حقكم، بس انا عايز اطلب طلب كده على الهوا، انا كسبان. جمهور النادي الاهلي العظيم، سبورت اللعيبه وسبورت الاجهزه، صدقوني هيفرحوكم. الناس دي عايزين يقدموا لكم احلى حاجه في الحياه عشان تفضلوا فرحانين. ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله في اللي جاي، وبقول لهم دي اول السيزون في الطايره، احنا لازم ما خلصناش السيزون، نتمنى ان احنا نعمل سيزون. بقول لهم هم لعيبتي عارفه واجهزتي عارفه ان احنا نعمل سيزون كويس باذن الله عشان نفرح الجمهور. الجمهور ده انت عارفه مدى فرحته باي بطوله بالنادي الاهلي بيكسبها. بقول له شكرا جدا ان هو جه بعد الماتش الكوره وجالنا جري بصراحه، فالحمد لله نحمد ربنا. كابتن، ويمكن زي ما قلت طبعا كابتن احمد صلاح، بطوله اهداء لروح الحاضر والغائب الكابتن عمرو فاروق رحمه الله عليه، يمكن طبعا من الناس اللي دايما كان داعم لكل الالعاب الاخرى، سله، طايره، يد، كان كمان متواجد في كل المباريات، يمكن طبعا بنفتقده بشده النهارده وامبارح. افتقدته كتير يعني بصراحه، افتقدت عمرو فاروق يعني، الله يرحمه. مبروك لي مبروك لكل واحد بيحب النادي الاهلي، وبقول بجد يعني افتقدت واحد، اخ عزيز عليا، انا اول مره اتكلم في حياتي في الموضوع ده، بس افتقدت اخ عزيز عليا، الله يرحمه يا رب، اتمنى له الرحمه، وكل وقت بفتكره فيه بتمنى له الرحمه، وبقول له اهداء اقل حاجه. هو كان تعبان معايا في 24 ساعه تقريبا، بس يعني الحمد لله نحمد ربنا على اللي احنا فيه. الحمد لله، مبروك. شكرا. الحمد لله يا كابتن، كلنا مفتقدينه طبعا، وكلنا حاسين بحزن شديد جدا، مفتقدينه بشده النهارده فعلا. الحمد لله، يعني هو كان دايما الراجل بيجي ماتش معايا ويشوف الجمهور ويتابع الحركه معايا بحاجات كتير، يعني ما فيش مشكله الحمد لله، بس هي دي الحياه. نقول له رحمه الله عليه، ربنا يرحمه، وربنا يا رب يتولى برحمته. الحمد لله يا رب، الحمد لله. مبروك للجمهور العظيم، ومبروك للناس كلها، يا رب الخير لينا باذن الله في اللي جاي. شكرا. لا يا كابتن، ومبروك تاني، وطبعا منتظرين من الماسترز ومن جميع طبعا فرق النادي الاهلي الرياضيه، سواء كره سله، طايره، يد، المزيد من البطولات الموسم ده. ميرسي جدا يا كابتن. شكرا. ميرسي. شكرا. شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم، كان لقائنا مع العالمي زي ما حضرتك قلت كابتن احمد صلاح، وبالتاكيد كابتن خالد العوضي، ويمكن زي ما هو قال طبعا يا كابتن هيثم، يعني بنشعر طبعا بحزن شديد جدا، مفتقدين طبعا رحمه الله عليه الكابتن عمرو فاروق. طبعا يعني مبروك تاني يا كابتن هيثم، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا.